ريف حلب الغربي. بدأ معركة تطهير ريف حلب الغربي. أبو علي جانم 24/2/2013. الله أكبر، الله أكبر. أبو علي جانم، أبو علي جانم. وين هو؟ تخيل بيصحنون هون على الزاوية. ها؟ شوفنا. لا. معلم فاضل. أبو علي جانم. أبو علي جانم. ارتفع 15. أبو علي جانم. مهند خانو. بكر صليبنا وبكر شايفك. الله أكبر. وين عم تضرب؟ وين؟ تبلان. تمام أجيت. قصرة شوي. متر. بحش بينك. 25 متر. ياخذها باتجاه ال 25 للجنوب و50 للمشرق. أبو علي جانم. معك. لا ده يخلص تمهيد. أبو علي جانم. أبو علي جانم. مين جنب أبو علي؟ مين جنب أبو زيدان؟ أبو زيدان. معك. لكن بعد حدا أبو علي جانم أبو عنا خانم على السريع يا أخي، خلي بلجوا. كلنا نادرين على الدرع. دبابة على بعد 300 متر. خليك في دبابته بطايحي. الدبابة تبعك انكشفت يا عمار، خليها تضرب. ما رد علي. الخطة اللي عندي عم تسمع عليهم الدبابة. الله أكبر. شباب المجموعات اللي على السطح بناء أبو علي جانم. مهند خانم. الله أكبر.
والأنصار. أصلي أصلي أصلي. بدأ معركة تحرير ريف حلب الغربي. أصلي اضرب لك خمسة بيت أسعد تجار مبنى المسلسل الأوروبي. شو شبابه نحن نسمع شبابه في دبابي بطايحي بطايحي حجي بطايحي حجي بطايحي حجي بطايحي لا 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 اضرب على المدرسة طول بعدها لا انت علي راح من جوه يضرب لا لا ايه يا ابو علي ايه بس روح المره الثانيه كده كده ابو علي ابو علي ابو علي جاني ابو علي جاني مهند خانم مهند خانم معك معك ماشي ماشي أصلي أصلي يلا أبو يلا يلا ضرب على مبنى المسلسي وعايز في دباب مبين عندك على الحفاره خلينا نضرب خلينا نقفل الدباب خلينا نقفل الدباب اللي شافوه يلا ابو يلا ضرب ضرب الله اكبر خفوا خفوا الدباب اللي شافوها ولكن الله رمى الله أكبر والعزة لله
الله اكبر. ابو اليمان ابو اليمان دبابات اليمان تقصف مباني. ابو اليمان تقصف كويس كويس بس اخذنا مشاركه كثير معلش على المباني بس خلي يرد. الله اكبر والعزه بالله. دبابات الجيش الحربي تقصف مباني المتحصن بها جنود الاسد. شمال 50 متر على اليسار 25 متر. ما ضرب شيء ولا دبابة صدرت يا زلمة. أبو اليمان أجت ورا كثير يا أبو اليمان قد ما لقدام 100 متر قدام لقدام 100 متر على اليسار 50. الله أكبر الله أكبر. لك يا حاج احمد مين عم يضرب؟ عم يضرب خبلي بناء المثلثي خلي يرفع الرمي.